ياه، مش هلحق افوت على البيت. كبروا ولاد اختك عواطف، بقوا قمر. هي لسه ناويه ترجع؟ لا، ترجع فين بقى؟ وهي اخبارها ايه؟ زعلانه عشان ما بردش على جواباتها. ليه يا شمس؟ دي اختك برضه. هبعت اقول ايه؟ كفايه هي تبعت واطمن عليها. يعني مثلا تقول لها عن الشقه الجديده وازاي بدلتها بشقتكم القديمه؟ هي مش من حقها تعرف ولا ايه؟ تفتكر يعني هتبعت تقول لي رجع لي شقه ابويا وامي؟ احنا خلاص يا سلوى، كل واحد مننا بقى في طريق. دي في غربه يا شمس. غربه ايه بس يا سلوى؟ دي معاها جوزها وولادها. واحنا انت شمس وهتفضل شمس. حلوه صوره مراد لما كبرت. ميرسي ميرسي. اه فاكره صوره الراجل اللي بيتخانق مع صاحبه في جروبي؟ طلعت لتاجر واحد من العملاء بتوعه وانتهت بان العميل قتله. وعرفت منين؟ اصل مراد لما شاف الصوره اتهبل عليها خدها. بعدين لما الراجل اتقتل ما كانش عندهم اي دليل على مين اللي قاتل. جابوا الصوره وجابوا الراجل العميل فرجوه عليها، ساعه ما شافها اعترف على طول. يا سلام، طبعا انت مبسوط قوي. طبعا مبسوط قوي، يا ريت كل يوم الواحد يقع في حاجه ظريفه بالشكل ده. ايوه، عشان مره تقع في حاجه ما تعرفش تطلع منها. ماما امبارح سالتني اتاخرت ليه، ما عرفتش اجاوبها، اتحججت لها بالمواصلات بس مفيش فايده، الشك كان باين في عينيها. مش عارفه ليه هي بتزنق عليا الايام دي، بس هي معاها حق، الحكايه زادت عن حدها قوي. معقول اخرج الصبح ما ارجعش غير بالليل؟ طب الصبح وفي الشغل وبالليل في الجامعه، بين الشغل والجامعه بروح فين؟ معايا. مش معقوله الحاله تستمر بالشكل ده. لازم نشوف حل يا شمس. نبعد عن بعض اسبوع ولا اتنين لحد ما الشك يروح منها. ازاي يا سلوى تقول الكلام ده؟ انت عارفه قد ايه انا بحبك، بس الظروف هي اللي مش مساعدانا نبتدي حياتنا. مش ناوي تعلق الصور ديت وتوضى بالشقه؟ شمس، نفسي اغمض عينيا وافتحها الاقيك خلصت الاستوديو وافتتحته كمان. وتسيبك بقى من شغله المصور الصحفي دي والجرايم والالغاز والفراغ اللي انت عايش فيه، وحياتي وحياتك تتغير خالص. قلت ايه؟ انت رغايه قوي. كمان نفسي في ايه؟ تبيع الموتوسيكل ده وتشتري بداله عربيه صغيره على قدنا. صوت الموتور مش عاجبني النهارده. فكر في مساله العربيه دي، الفرق مش هيكون كبير في السعر، خصوصا لو كانت نص عمر، المهم في الاخر هتكون عربيه. متهيألي الكربراتير عايز ظبط. شمس، نفسي اقعد جنبك مش وراك.
شمس. يا فتحي. صباح الخير. اهلا يا فتحي. ايه رايحين فين؟ واخد الاولاد اشيلهم كذا من بلوفرات. يعني ناوي تفقد المهية. اهلا. قول ناوي افقد اللي استلفته فوق المهية. مش عايز لك منديل ولا شراب انت كمان؟ يا راجل. خد ملفة يا انت. بس يا طارق. عيب يا حبيبي. خد ملفة يا انت. بس يا طارق. ازيك يا شمس؟ مش هتيجي اكلك الكفتة المدقوقة اللي بتحبها؟ معلش لما افضى هبقى اتفق مع فتحي. ما تيجي معانا دلوقتي. والله انا عندي ميعاد ومستعجل. مرة تانية يا طارق هبقى اركبك. سلام. السلام يا شمس. نتقابل بكره في المجله ان شاء الله. باي. ازيك يا مراد؟ الملك برد يا استاذ. اسف يا مراد اتاخرت عليك شويه. الله نميسه قوي. كنتش فاكر انها هتطلع بالجمال ده لما تكبر. عارف انا هعلقها في مدخل الشقه عشان اللي داخل واللي خارج يشوف. طب العب بس العب. تظهر جاي متحمس النهارده وعاوز تغلب. لازم اغلبك. هنشوف. انا النهارده بالي رايق قوي. طول عمرك نمر. وريني شطارتك بقى من اولها. يا خبر اسود. عشان بتتحداني. العب. خليني مش عارف العب. ايوه كده اخلص من التيارات بتاعتك. ان شاء الله بقى عبال ما يخلص الدور تكون قلعت هدومك كمان. لكن مفيش فايده ما تحاولش. بقول ايه؟ ما تخلص بقول. اعترفت الزوجة بكيفية قتل زوجها. ظلت طوال الليل جالسة إلى جواره بعد أن استبدلت زجاجة الدواء بزجاجة سم. وكلما قال آه ناولته العقل حتى تمزقت أحشاؤه ومات. مش معقول في ستات بالشكل ده. ده انتقام رهيب. وتلذذ في التعذيب كمان. إيه هتقعد من الصبح عشان تلعب لعبة؟ مش معقول. هو قال مش معقول. اقعد والعب. هو
الزبونه وش السمك. خلي بالك القطعه مترتبه ازاي. انا واخد بالي. يلا 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 عبدو هات لي ربع كمان بس قشطه كتير. حاضر يا فندم. اسف يا مراد مضطر اسيبك. رايح فرح. فرح ايه؟ اخت الاستاذ محسن صاحب المطبعه اللي الاستاذ رمضان بيطبع فيها كتب. يظهر ان رمضان ده اشتراك. تقصد ايه؟ اقصد سيبك منه يا اخي. ما تبقاش زي الاله كل ما يطلب منك حاجه تعملها على طول. انت ما تعرفش علاقتي برمضان. ده انسان طيب ويستحق كل خير. لما نكمل الدور. الساعة 5 والفرح الساعة 7 ولازم اكون موجود قبل الزفة. يا خسارة بقيت بتتكلم بلغة مصورين الافراح. لا بقى. لا ازاي؟ ما انت بتعمل استوديو والهواء عندك بقى التجارة. شمس هو شمس. وهشوف شمس هيصور ايه حتى لو كان فرح. العين دايما بتدور وبتلاقي الجديد. اتمنى كده. اشوفك بكرة الصبح. مع السلامة. الله يسلمك. سلام. بلاش يا بيه حد يجي ورايا النهارده. لو سمحت مش هتأخر كتير. مش انت، احنا اللي هنوصله.
ها صورت كم صورة؟ كتير يا فندم، بس لسه ما خلصتش، معايا أفلام كتير في الشنطة. أنا الحقيقة كان نفسي إن رمضان بيبقى معانا، لكن هنعمل إيه؟ بس أنا على فكرة سعيد جدا باللفتة الحلوة اللي عملها، أنا ما كنتش متصور إن هو هيبعتها. أشكرك كبير، وألف مبروك. الله يبارك فيك. عن إذنك. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. Thank you.
يمسكني تصوير، واللي يحب يصور يصور هنا برضو. يا حلاوتها كده بروفيل وحياتك. يا سلام، غمضي عينيك بقى. ايوه فتحي عينيك بقى. يا سلام يا سلام، كفايه تصوير يا ست. بقول لك ايه امين، دكولتيه ما تضيعيش النقوط علينا في استعراض جمالك الفتان. ايه مش اما اشرب القهوه؟ ما تروق امال يا عابر. التصوير دي مش عجباني. مستني يا استاذ شمس، اتفضل وراه، احنا لسه هنقضي ليله في الشيراتون. كان بودي يا استاذ محسن، لكن معلش اعفيني يا اخي. مش مهم انك انت تصور، المهم انك انت تتبسط معانا. وعلى فكره الليله لسه هتحلو كتير قوي. معلش متشكر قوي. على راحتك، بس لو سمحت تبلغ شكري للاستاذ رمضان. حاضر. وتقول له ان انا مش هنساله الجميل ده ابدا. حاضر يا فندم. هي الصوره هتخلص امتى؟ يومين ثلاثه بالكتير. عظيم عظيم. لو سمحت اول ما تخلص الصور انا عايز معايا النيجاتيف، عشان لو حد شاف صورته وعجبته ابقى اطبع له عليها. مع السلامه. وصلت، طلبتلك من شويه ما كنتش جيت. كل حاجه تمام، طمني. انا مش طالبك عشان كده، انا متاكد انك سداد وقمت بالواجب. انا عايزك بكره تروح المطار الساعه 9، في وفد رياضي هيوصل، عليك تستقبله وتصوره. امال فين مصور صفحه الرياضي؟ مالكش دعوه، انا عايز صور ممتازه وبس. ده اول زياره للوفد ده، وهيقابلك فتحي عشان يعمل التحقيق. هحاول لو قدرت اصحى بدري. اوه يظهر انك فايق. سلام. سلام. Mm-hmm.
ولد يا شمس. كنت عارف انك هتتكلمي. انت كنت فين؟ كنت برا؟ لا، كنت محمد صور فرح. فرح؟ بعدين اقول لك. باين عليك قضيت ليله كويسه. اكتر من رائعه. اه، اما خدت حته دون صوره كلمه في ورقه قبل ما تتحرق بجزء من الثانيه. صوره نادره. مفيش فايده. اكيد هيجي يوم اصحى فيه على حد يقول لي مسكين شمس دخل المستشفى. اصل التصوير لحس مخه. اسمعي، اللي في البيت نايمين؟ طب بوسي نفسك في المرايه بالنيابه عني. تصبح على خير. بسرعه كده، انا عايز اتكلم معاك شويه. ايه الفجر قرب يطلع وانا عندي مواعيد مهمه بكره. اهم مني؟ بس من غير زعل، التصوير. طب هنتقابل امتى؟ بكره الساعه 3 زي العاده قدام القصر. طيب تخيل بوستي ليك دلوقتي. ايه ده؟ انت واكله بصل؟ يا ليل الادب. تصبح على خير. تدسلها ورقة في الفلوس وتحرقها. طب ليه؟ سعيد، هات لي واحد قهوه مظبوط وحياتك. من عينيا يا استاذ شمس. يا صباح القشطه، خد لك حته. تصور نسيت افطر، اصل لازم اروح المطار بسرعه. شغل ولا ايه؟ كلامك طلع صح. صاحبك بقى يصدرني بكل حاجه، يظهر اني بقيت فسخته. خد خد واحكم. ايه رايك؟ الحقيقه كلها صور نميسه. تحب انت التفاصيل والحكايات المستخبيه ورا عيون الناس. الصور كلها بتفضح اصحابها. انت عبقري تصوير. الله يخليك، عشان تعرف بس ان شمس هو شمس. مش امبارح تقول لي مصور افراح. اتفرج هنا في صور تجنن. اه ده في صوره فيهم بمليون جنيه يتعمل لها معرض لوحدها. صوره غريبه جدا. الو، ايوه انا مراد. ايه ايه مالك يا مراد؟ مالك؟ لا لا مفيش حادثه. شمس هنبقى نتقابل بعدين. صلاح لك شمس. مرحبا. الو مين يا فندم؟ نوال؟
امال مين يا فندم؟ الراقصه؟ لا يا فندم هو مش موجود. ما انت حضرتك بقى عارفه التليفونات الايام دي. لا مش موجود. مع السلامه. Thank you.
يئست من حياتي وانتحرت. ساكن في رابع دور يا سعادة البيت، شقته مفروشة ملك شركة السعادة وبيتقلب عليها ناس كتير. جميل لسه ساكنها. السمسار اللي بيأجرها اسمه جابر الفقي، مكتبه في ميدان جامعة الدول العربية. أنا مش منعتك. اشمعنى المرة دي؟ لكن مش هو ده شمس. اتفضل من غير ما تروح، وبكرة عاوز الصور دي على مكتبي بالنيجاتيف. الاستاذ جابر الفقي موجود؟ لا لسه ما جاش. طب ممكن استناه؟ اتفضل. اللي اقول لي يا جابر. اصلا انا عندي شقه واتفقت مع الاستاذ جابر امبارح ان هو اللي اجرها لي، فكنت عايز اتاكد اذا كان كتب العنوان في الدفتر ولا لا. مش عارف ونبي يا بيه، تستنى شويه هو جاي على طول. بس انا مستعجل. على العموم الدفتر الكبير قدام حضرتك اهو، ممكن تدور بنفسك. ارجو اني ما اكونش حدايقك. على ايه يا بيه؟ براحتك، دور على كيفك. مش موجود. خسارة. هبرجع له بعدين. نقول له مين يا بيه؟ قول له فريد شوقي. شقق مفروشه اسمها شركه السعاده. اه ايه قولي لي ايه الاخبار؟ اولا الوفد ما وصلش بسبب تاخير الطياره. الحمد لله، وشك خير عليا. ثانيا فتحي اللي انت مدوخ وراك ده راح لك المطار وما لقكش، ودلوقتي رمضان بيه بيتكلم مع المباحث. مباحث؟ ايوه شمس. من غير انفعال او اتهام بالاهمال، انا ما رحتش المطار. شمس بعدين يا حسن بعدين. أنا ما رحتش المطار لأن عرفت إن الطيارة هتتأخر. لا يا شيخ، كلني يا واد، حطني في عبك، علي أنا. مؤكد وكالة الأنباء اللي هنا اللي قالت لك. يا فندم، في هنا أغرب تحقيق مصور مريض بيه في حياتي. من غير ما تكمل، ولا خبر، ولا صورة، ولا حتى كلمة، ممنوع النشر، وأنا مش عايز أعرف حاجة خالص. مش فاهم يا فندم. لسه متصلين بيا دلوقتي، وطلبوا عدم النشر. لو حضرتك عرفت الملابسات هتضرب عرض الحائط بأي حاجة، ده موضوع غريب، مثير. صورة الكلمة قبل ما تتحرق بثانية. ما تحاولش. يا رمضان بيه، صدقني. الطيارة هتوصل الساعة 2، اوعى تفوتك المراج. حسن،
مش تقول لي عملت ايه؟ دخت ما لقيتش شركة بالاسم اللي قلت لي عليه ابدا. طب خلاص. ايه يا شمس؟ ايه يا شمس؟ ما بتقعدش في حتة؟ ده واخدني وراك حرام عليك. معلش يا فتحي. ميعاد المطار ما حدش قال لك عليه؟ قالوا لي جوه. الطيارة هتوصل بعد ساعتين ولازم تقابلني هناك. ازاي العيال؟ ده واخوك امبارح. اوه ده واخو بلد ما عندكش فكرة. اشتريت لهم الحاجات؟ تعرف يا شمس؟ تعرف؟ منظر عيالي جنن وهم ماشيين في الشارع كده وكل واحد شايل العلبه بتاعته ماشي مزقطط فرحان ولو ان الواد الكبير العكروت طلب مني اجيب له حاجه تاني. معلش ربنا يخليك ليهم. ربنا كبير. على فكره الاكله بتحبها من سناك بكره. انا مش عارف ارد جمايلك انت وكوثر ازاي. مفيش بينا ومن بعض جمايل يا سيدي. الميعاد دلوقتي. انا عارف انه خطر لكن الاخطر يا جلال ان اسيب الفرصه تفلت من ايدي. دي فرصتي ومش هسيبها تفلت من ايدي ابدا خصوصا بعد اللي حصل له. بصراحه انا خايف عليك. ايه اللي هيحصل يعني؟ ده مكان عام. انت تستنى في حته بعيد وانا هخلي المجنون ده يوصلني خصوصا ان لازم ابعده والا يبوظ كل حاجه. عموما خليك حذر ما تخافش. شمس انا جيت مخصوص عشان اشيل عنك اي سوء تفاهم دخل مخك لما منعتك. انا مش عارف ايه اللي خلاه انتحر. وهو ده بقى السر؟ شمس انا ما بهزرش، انت كل قضيه هتنطلي فيها يا اخي، وصلني البلد. اذا كنت اعرف عن الموضوع ده اكتر ما تعرف انت. انت ما تعرفش حاجه خالص صدقني. خلاص ما تزعلش، كل واحد في سكته. يعني ايه؟ انت مش فاهم اني اقدر احجزك لغايه ما تخلص التحريات؟ طب والله العظيم لولا الصداقه اللي بينا انا. ايه؟ سكت ليه؟ ما تكمل، كنت عملتها مش كده؟ طول عمرك مخك ناشف. افهمني يا شمس، مصلحة الشغل فوق كل اعتبار، خصوصا إذا كنت مسؤول عن حياة الناس دي. مش جايز أنت اللي راكب مخك المرة دي، فكر كويس يا مراد. مفيش فايدة، أنا بندم في ملطة، اطلع ونزلني في أول سليمان. يلا. معلومة صغيرة وأخرانية. الراجل انتحر الصبح ولا بالليل؟ هي دي اللي وجعك قوي بعد نص الليل. مراد ابعد من هنا خالص. اخلص خالص مراد. ما تخلينيش اعمل معاك اجراءات تندم عليه. انت ايه اللي حصل؟ انا عايز افهمك. امشي من هنا خالص يا مراد. كم
العميد مراد من فضلك. ولا جلال؟ طب حولني لصلاح بسرعة. أيوه. يا صلاح، أنا شمس. مراد فين؟ إيه؟ حصل له إيه؟ مستشفى إيه؟ طب أنا هروح له حالا. Thank you.
سلوى، أنا بكلمك من المطار. مراد حصلت له حادثة ونقلوه مستشفى الشرطة. أيوه هروح له. اسمعي، نأجل معدل الساعة 5. أيوه في نفس الحتة قدام قصر المانيا. إيه؟ ما تتحركيش إلا لما أجيلك، يمكن أتأخر شوية. طيب، مع السلامة. يلا بينا. حرام عليك يا شمس، ما تقلقش، ما انا برضو لحقت اصورهم من الشرفه بالتليفوتو. ايه وقدرت تصورهم كويس؟ اه. على فكره انا رايح لهم الاوتيل بعد ساعه، تيجي معايا؟ ما افتكرش، هوصلك وسط البلد. اوكي. بتجري ليه يا شمس؟ اصل مراد اتسمى. ازاي؟ لسه ما اعرفش التفاصيل. طلعوا علينا في طريق المطار، كانوا قاصدين انا، لكن قتلوا فتح زميلي. ما تتعبش نفسك يا حبيبي. اهدى انت يا مراد، اهدى. لازم اوصل للرقاصه، مؤكد هي اللي عارفه كل حاجه. مش لازم تجهد نفسك يا مراد. هو لسه في خطر؟ الحمد لله الخطر زال، حظه بوم. هو كان واكل اكله دسمه؟ هو طول عمره غاوي ياكل بسبوسه بالقشطه والكريمه كميه السم اللي اتحطت له كان ممكن تقضي عليه لولا الكريمه اللي كان واكلها، هي اللي قللت من سرعه امتصاص الجسم للسم وخليته يرجع قبل السم ما يسرق فوق. الحمد لله ربنا ستر. ايه
مدام اطمئني، اللي عمله كده مش هيفلته من ايدينا ابدا. شكرا. شمس لازم تيجي معايا تعمل محضر بخصوص قتل فتحي صاحبك. انا كل الاقوال تتلخص في اللي قلته لك، ما عنديش اي كلام غير نمره العربيه المرسيدس 16274 جمرك اسكندريه. خلي بالك من مراد. انيسه سلوى اتفضلي وصلي. لا ايه ايه اللي حصل؟ كانوا هيخطفوني، يلا نمشي من هنا بسرعة. طب اركبي. انت متأكدة انهم كانوا يخطفوكي؟ مؤكد. اكيد جم ورانا. ايه
ولد صغير بيعاكس. فتحي خسارة يا فتحي، الصدمة لمراته وولاده هتبقى فظيعة قوي. عمري ما كنت اتصور ان في مجرمين بالشكل ده. لانك ما كنتش بتشوفهم الا بعد ما يتقبض عليهم. ودلوقتي هتعمل ايه؟ وراهم هيقتلوك، دول مجرمين واحنا مش قدهم، سيبهم للي يقدر عليهم. اللي يقدر عليهم ما بقاش قادر عليهم لوحده. مش فاهمة. سلوى سلوى أرجوك إذا كنت بتحبيني ساعديني بدل ما تكسري مقاديفي. أساعدك بإيه؟ بالكلام؟ وكلام هيعمل لنا إيه لو كانوا مستنيننا تحت؟ أنت لازم تبلغ البوليس عشان يجي يحمينا. ما بلغت البوليس. أنت دلوقتي اتأكدت إنك في خطر، مش أحسن تعيش زي بقية الناس؟ دول قتلوا جميل وسموا مراد وموتوا فتحي وكانوا عاوزين يخطفوني. دول مجرمين متعتقين في الإجرام. دولة داخل دولة. انا خايفه الحكايه تقلب بكابوس. انت مش عايز تسمع من حد اي حاجه. شمس انا سلوى. يا شمس انا بحبك وخايفه عليك. دم فتحي مش ممكن يروح حضر. اهلا بالحبايب. فينك يا استاذ؟ والله زمان من يوم ما سبت الفن ورحت الحوادث. اتفضلوا اقعد. في الانسه؟ لا دي 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 نوال اتغيرت كتير. تعرف عنوانها؟ عنوان قديم قوي، ايام حاره كوع القرد، ايام الجوع. ما عادتش بتتعامل معانا دلوقتي. الحال اتعدل. الاموره دي مين؟ خطيبتي. تعرف حد في الفرقه دي؟ طبعا عبد الحميد الطبار، عندي عنوان وتليفون البقال. مالك متغير شويه يا استاذ؟ الاموره تشرب ايه؟ طب وحياتك اطلبه وقول له يستناني في البيت. قول له واحد محتاجه في شغل رايح يتفق معاه. بس كده من عيني. يا سلام لو تجيبي لي صورتين كارت بوستال، واحد بروفين والتاني فاس. والله والله. الو عبد الحميد الطبان لو سمحت. ده جد السيما النهارده محتاجه لوجوه جديده. في مين بيشتغل في السوق غير سعاد حسني ونجلاء فتحي ومرفت امين ونيلي؟ اديني عنوانه. حرف العين يا استاذ. اهلا يا عوض، انا مصطفى. في جماعه عايزينك، بس اللي هيتفق معاك هيجي لك البيت. اقعد ما تتنقلش، استناك. الله، انتوا رايحين فين؟ هتروح للطبال طبعا. لازم اوصل لها. هشوفك بعدين. ايه مش هوصلك؟ لا هروح لوحدي. سلوى سلوى، محتمل يكونوا مراقبنا. انا خايف يعملوا فيكي حاجه بعد ما اسيبك. ما عدتش خايف خلاص. طب استني بس. سيب. انا مش عارفه انت عايز مني ايه. المشكله كل شويه بتزيد وانت عمال بتغرق فيها. طب اركبي بس. سيبني. انا ما عنديش استعداد اشوفك مقتول. الرصاصة جت في قلبه. يبقى لازم نقبض عليهم بتهمة القتل. وكمان لازم نعمل كمان مستمرة في المقطم وفي المطبعة. لازم ألاقي شمس. فين شمس؟
سابني وراح يقابل واحد اسمه عبد الحميد الطبال عشان يعرف عنوان الرقاصه. وهو يعرف عنوان عبد الحميد منين؟ من واحد اسمه مصطفى الريجي. انا خايف، هو في خطر. انت تعرفي حاجه عن الموضوع؟ دول حاولوا يخطفوني، انتوا لازم تعملوا حاجه علشان تبعدوه. في احتمال كمان هم يمشوا في نفس السكه. يعني ايه يا فندم؟ يعني اذا فكروا في نوال زي ما فكروا في شمس يبقى هيحاولوا يوصلوا لها. ايوه، بس جاي الشمس هو اللي حاول يلفت نظرهم ليه. يبقى ناخد احتياطنا، نعمل كمين كمان عند مصطفى الريجي، وتبلغ حلوان كمان يعملوا كمين عند بيت نوال. انت هتروح للريجي وانا هروح المطبعه وصلاح يروح المقطم. بس قبل ما تروح بلغ نقط المرور كلها بنمره العربيه المرسيدس، وتتصل بحلوان. عنوان نوال شارع 15 منزل 11. حاضر يا فندم. طب وشمس؟ وبلغ كمان باوصاف الموتوسيكل، وانا رايح لنوال هنلحقه هناك. طب افرض انت ما لحقتهوش؟ هنلحقه، ما تخافيش، روحي انت. ان شاء الله الاولاد يكونوا زادت. يا اهلا بيك. اهلا اهلا. الحقيقة أنا جاي أسألك على عنوان نوال الرقاصة وتعرف إيه عنها. إخس، ده أنت يا بطك والنجم. لا، ويقول لي اقعد استنى ما تتنقلش. بدل فصل تعمله فيا يا مصطفى. بدل الواحد ما يطلع يجري على أكل عيشه، اشتغل شيخ حارة. معلش. خد واحدة أمل حياتي. أفندم؟ برشامة عسل هتخليك تمام. لا معلش، ما باخدوش. بلاش. شوف يا سيدي، نوال دي انا معرفهاش، واول مره اشتغل معاها امبارح. اول مره تشتغل معاها؟ اه. يعني ايه؟ يعني انا معرفش غير ساميه اللي بيشتغل معاها. انا مش فاهم ليه بعتتها بدالها امبارح. وانت بقى تعرف عنوان ساميه؟ لحد امبارح كنت اعرفه، انما النهارده لا. ليه؟ اصل عقبال املتك نقلت في شقه لوكس مفروشه. انما النهارده الصبح عرفت تليفونها. كام؟ 50 ثلاث ستات. حلوة ثلاث ستات. إنما ليه؟ لا أبدا، أصل كنت اتفقت معاها أخد لها كام صورة، وبعدين ما لحقتش أخد عنوانها. قلت أنت الوحيد اللي تعرف عنوانها. أه. إنما قول لي، نوال دي جدعة وبتدفع ولا لا؟ لا اطمن، دي متريشة. طب أنا هقول لك على حاجة مش هتصدقها. إيه؟ عمرك شفت رقاصة بتسيب حقها؟ ياه. أهي دي خلصنا الشغل من هنا، وهي قالت يا فكيك ومشيت من غير ما تاخد نصيبها. يظهر بتاكلها من حته تانيه، حته صعبه علينا يا رجاله. بعد اذنك استخدم التليفون.
استاذ محسن، انت تعرف الراجل ده؟ انه راجل اللي بيسلم على حضرتك؟ معرفوش، يمكن الاهل العريس. بتسال ليه؟ الو، اهلا، ما سافرتش؟ معلش 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 يا سيدي، حصل خير؟ لا لا لا، ولا يهمك، او تتمتع يوم بجو مصر الحلو. ان شاء الله هتسافر، بس غير ميعاد الطياره على طياره بكره. الا متاكد كل حاجه خلاص هتتحل، كل حاجه هتبقى تمام. مع السلامه. ها، بتسال ليه؟ اصل الراجل اللي في الصوره دي انتحر امبارح. انتحر؟ ايوه، الله يرحمه. الفتح انا اروح امبارح بعد ما ساب الفرح، لقوه قاعد من شباك العماره اللي ساكن فيها. المهم ان اخر بني ادم كان معاه قبل ما يموت واحده ست في عربيه مرسيدس بيضة، ركب معاها من قدام الفيلا بتاعتك. صدق الله العظيم. غريبه. الاغرب من كده ان امبارح قبل ما يمشي ادى الرقاصه ورقه جوه النقود مكتوب فيها كلمه بكره. ما فهمتش انا ايه الحكايه، لكن انا اشكك في ان الست اللي ركب معاها هي اللي قتلته، لان شفتها وهي وراجل ضخم معاها كده بيعملوا عمليات غريبه. زي ايه؟ يعني بيبدلوا شنط مع واحد تاني ويظهر تهريب. تهريب؟ يا اخي انا مش قادر افهم الناس دول ايه. هو الاقتصاد المصري ناقص التخريب اللي بيحصل ده؟ عشان كده لازم اوصل للرقاصه. ما عندكش عنوانها؟ ليه؟ نوال الرقاصه دي 100% هي الوحيده اللي عارفه كل حاجه. ياه، ده مذهل فعلا. تشرب الاول قهوه. مظبوط، ولا اقول لك خليها ساده؟ ايه اللي حصل؟ لقيتوها؟ يا استاذ محسن، انا عايز الفت نظر حضرتك ان الناس دي في منتهى الخطوره. لما عرفوا ان انا مراقبهم حاولوا يخطفوا البنت اللي بعرفها، وفي طريق المطار حاولوا يقتلوني، وللاسف قتلوا فتح زميلي راخر. ايوه، الله يرحمه. ادي حال الدنيا، كلنا هنموت. تصور ان جواز اختي كلفني اكتر من 10,000 جنيه. ربنا يخليك ليها يا فندم. الله يخليك، شكرا. اتفضل. في صوره هنا يا استاذ محسن. صوره ايه بس؟ وده وقته؟ اصل دي صوره غريبه ويهمني ان حضرتك تشوفها. يا راجل القهوة هتبرد. يا أستاذ شمس، القهوة هتبرد.
لذيذة. ها؟ ايوه يا فندم. انا طارق حلواني، تحفظ على الجثه وكمل باقي الاجراءات. حاضر يا فندم. Thank you.
استاذ شمس. احمد جوزي. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت اتجننتي؟ احنا لازم نبعد يا شمس، كلنا في خطر. ارجوك اهدى يا استاذ شمس، ده عملت فينا معروف كبير. يا استاذ شمس، لو مراد بيه عرف انك هتتدخل في الموضوع بالشكل ده ما افتكرش كان بعتك. هو طلب مني اروح الفرح بدل سامية الرقاصة علشان جميل يبلغني ميعاد تبديل الشنط. تبديل الشنط؟ دول من أهم البرديات اللي بتتكلم عن أسرار التحنيط والخلود، ودول مش ممكن يتقدروا بمال أبدا. دهب يا أستاذ شمس، يبدلوا الأسرار بالدهب. وجميل يبقى مين؟ واحد من العصابة انقلب عليهم، ودي تالت عملية، دي عصابة كبيرة. وجميل ما قالش لمراد على المكان والميعاد من الأول ليه؟ أصلهم ما بيحددوش الميعاد والمكان إلا متأخر قوي. جميل ما كانش هيقدر يفلفص منهم ساعة التبديل ما يتم. جميل انكشف، ما لحقش يكتب لك غير كلمة باكر. قعدت طول الليل محتارة، ايه باكر دي؟ ما فهمتش حاجة. كانت قتل. ومراد؟ ما عرفتش اتصل بيه، كان منبه عليا ما تنقلش من البيت. وانا؟ قال لي انك هتكون بتصور بس، ما تعرفش اي حاجه. استني استني، وهو مراد يعرف منين اني رايح الفرح ده من الاصل؟ ده اتفاجئ لما قلت له اني رايح فرح وقعد يتريق عليا، ورمضان هو اساسا اللي بعتني. مش ممكن بقى الحكايه لعبه؟ طبخها مراد مع رمضان من ورا ظهري، يبان فيها رمضان ان هو اللي باعتني ومراد ما يعرفش حاجه. انما ما قلتليش ليه هو باعتني. 100% قال ان شمس بيصور كويس فهيقدر ياخد حاجه تفيدني بعد كده في التحقيق. وجايز كان قصده تصور العصابه كلها لان كلهم كانوا موجودين في الفيلا. يا خساره، ما كانش العشم يا مراد، بدل ما يفهمني حاول برضه يبعدني. بس انت كان لازم تبعد يا استاذ شمس لما طلب منك تبعد. معاكي، فهمك على كل حاجه قبل ما يبعتك. وانا صاحبه ما قاليش، ما قدرش يفهم اني مش ممكن في يوم من الايام هكون قاله بدون عقل. انت اللي اوحيت له بكده بصوره التاجر اللي حكيت لي عليها. سلوى، انا لما اديت له صوره الخناقه كان قصدي اساعد البوليس عموما، مش ممكن يبقى في ايدي حاجه تساعده واقول ماليش دعوه. مفيش انسان شريف ممكن يعيش بالشكل ده. لكن مراد بيه ما غلطش قوي يا استاذ شمس كده. لا غلط، غلطه صغيره قوي راح فيها فتح زميلي، وكمان مراد بيه نفسه كان هيموت يا استاذ شمس. مش يمكن برضه لو كان قال لي قبل ما اقابل الست كنت قدرت اساعده؟ البوليس ما جاش. يلا بينا يا سلوى. ما بلاش تخرج دلوقتي يا استاذ شمس، لا يقابلوك في السكه. معلش معلش. المهم انت خلي بالك من نفسك لحسن الست والراجل اللي معاها في منتهى الخطورة ومعاهم سلاح، ويا ريت ما تنزلوش من الشقة لحد البوليس ما يجي. إذا قدرتم تلحقوهم قبل ما يوصلوا وتعملوا الكمين وتقبضوا عليهم كان بها، ما لحقتوش ما تخلوش حتة في حلوان لغاية ما تلاقوهم، ويا ريت تمسكوهم أحياء وأنا جاي وراهم.
كانوا فين لغايه دلوقتي دول؟ ملبن يا جدع ملبن. النوم خليل. هو ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ ده انا كان ممكن اموت. وانا وانتي واي حد. هي دي الحقيقة يا شمس. كنت دايما بشوف جزء منها بالكاميرا، لكن دي أول مرة أشوفها كاملة. كنت دايما بشوف العالم بشكل تاني، لكن يظهر إني كنت غلطان. هروح لمراد فتحي. والشنطة؟ هنسلمها. Thank you.
سليم يا شمس.